احنا الريشه اللي كنجيو نقطعوها فين؟ كنقطعوها حد هذا الريشه هذا هكذا، بسم الله على بركه الله على بركه الله على بركه الله. اتقول لي شنو هما عدد الريشات اللي غادي نقوموا بالقص ديالها؟ احنا قطعنا اربعه، ها هما اصلا الا لقيتي كيكون عند الاخوان، ها الاخوان ديالنا كيكون عند طرق. ها دابا شحال؟ واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، ها سته. السلام عليكم الاخوان ديالنا، تحيه جميع المتتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن ان شاء الله. اخوان ديالنا كنحيي كاع الاخوان الدائمين على هذه القناه ان شاء الله، مصعب فلوك. المهم اخوان ديالنا، وكنحيي اخوتي المغاربه وتحيه لكم كاملين كاملين كاملين، وكنحيي المتتبعين ديالنا اللي خارج الوطن ان شاء الله. الاخوان ديالنا هذا هو البيروكي اللي تبرعوا به الاخوان دون ذكر الاسم ديال الاخوان، وان شاء الله معنا هما على القناه دون ذكر الاسم ديالهم ان شاء الله، والحمد لله. ما بغيتش نذكر الاسماء ديالهم ان شاء الله باش ما يتعرفوش شكون، باش ديك البركه اللي عطاو، ديك الصدقه اللي عطاو، وديك التبرع اللي عطاو، يعني ان شاء الله تحسب لهم في ميزان الحسنات ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف من هذا المنبر، وراهم معنا كذلك في القناه وكيتجاوبوا معنا في الكومونتيرات شكون ما هنقول شكون. خوتي لقيتونا غادي نقطعوا الريش البيروكي ديالنا، علاش؟ تقولي لا الطير مدرسي، ياه مدرسي وكيطير ويجي اليد وهذا، ولكن الاخوان ديالنا حنا بغينا ديك البنيه وان شاء الله اللي فرحات والحمد لله الاب ديالها وراها البيروكي قبل ما توصل ليه، اللي كانوا بعض الاخوان كيقولوا لي لا واش غادي تقبلته هذا عندك ما تقبلوش، قبلاته والحمد لله وفرحات ونشطات والحمد لله داكشي داز زوين ما شاء الله. اخوان ديالنا دابا انا غادي نقوم بقص جناح الطائر، نعم باش نستفدوا منها، وكل حاجه كتستفد منها بطريقه ان شاء الله. غادي نحاول نحط لكم واحد الفيديو على اللي كيقول لك الفراخ الطيور باش تربيها واش حرام ولا حلال، واش تعملها في القفص واش حرام ولا حلال. المهم بعد نهضروا على هادشي هذا ان شاء الله. المهم الاخوان ديالنا باش ما نطولش عليكم ان شاء الله، والناس اللي كتقول لي لا راه كتهضر بزاف، راه كنهضر بزاف، عارف راسي واش كاين شي واحد كيبغي تمرر راسو؟ راه كنهضر بزاف باش نوصل لك المعلومه، راه الا ما هضرتش بزاف غادي تخرج، غادي تجيني في كومونتير غادي تقول لي وشنو هذه وشنو هذه وشنو هذه، فاهمين؟ المهم اخوان ديالنا نتوكلوا على بركه الله، هاجيو معنا تشوفوا كيفاش غادي نقطع الريشات بلا ما نضرب اللحم، بلا ما نضرب العظم، بلا ما نضرب الشحم. يلا جو يلا اخوان ديالنا، كيف ما كتشوفوا معنا ها هو ببغاء الكويكر، باقي ما قصصنا الجناوح ديالو هانتوما كيف ما كتشوفوا، وان شاء الله غادي نحاولوا نقوموا بالقص ديالها، ولكن بدون تاثير على الطائر وباش يبقى بالجماليه ديالو ان شاء الله. الاخوان ديالنا انتم عرفتوا يعني ضروري بغينا نقصبوا هذا الفرخ هذا، علاش؟ باش ما يهربش للبنيته، البنيته ما كتعرفش تحل القفز اي ساعه، باها ما كيكونش معاه، با كيكون في الخدمه، انتم كتعرفوا الدراري الصغار هو ان شاء الله احنا غادي يعني هادشي هذا كامل اللي وقع ولي درنا التبرع ودرنا التطوع هذا الاخوان ديالنا، الله يجازيكم بخير مع هذا المنبر، ما بغيناش يمشي يعني يضيع. لذلك الاخوان ديالنا غادي نحاولوا نقصوا هذا الفرخ هذا باش يبقى عنده هو مروض ان شاء الله، مروض طائر مروض تبارك الله عليه ما شاء الله، طائر يعني مروض بواحد الطريقه زوينه ما شاء الله، اللهم بارك. وعنده جوج بيغان، عنده جوج خواتم، عنده خاتم الاول ها هو، عنده خاتم الثاني، جوج خويتمات عنده، ها خاتم هذا وخاتم هذا. المهم الاخوان ديالنا ان شاء الله نبداو على بركه الله، بسم الله. اول خطوه غادي نديروها، الناس اللي كتبغي، انا علاش بغيت نستغل هذه الفرصه وبغيت نشاركها معكم ان شاء الله، حيت كاين الناس باغا تقزب فريقات ديالها كيهربوا وكيضيعوا، لان الطير اللي كيكون مربي وخالق في القفز كما قلنا راه كيموت في الشوارع، راه شحال مره كنلقاو الطيور ميته في الشوارع، بس كاين انسان على باله انه الا طلق الفرخ راه غادي يعيش، راه ما كيعيش، راه غادي يموت، لانك انت اللي كنتي كتجيب له الماكله ديالو ما عارفش من غادي يجيبها. ولذلك الاخوان ما تكونش عندكم هذه الفكره، هذه راه فكره غلطه، الطيور اللي هي يمكن لينا نطلقوها بحال الطيور اللي هي اصلا جات من الغابه وجات من المنطقه ديالها، بحال طائر الحسون، بحال الانواع اخرى بزاف، الحداد، بحال بزاف كاينه انواع حيوان، قنيه، السنجاب، الفكارن، بزاف د الحوايج هادو، الا جاو مثلا وبغيتي تطلقهم طلقوا، ماشي
الزواج كي كتلقوا كيعيش عادي جدا. المهم الاخوان ديالنا دابا نبداو على بركه الله، نبداو الاخوان جماع الايمن ولا الايسر، نبداو بالايمن هو الاول ان شاء الله. الاخوان ديالنا هذا طائر مدرسي، ما يحتاجش مني انني ندير له الفوطه، ها انتم غادي تشوفوا. انا كنهضر على الطيور المدرسيين، كتشوفوا الطريقه ديال القصه الاخوان، كنخليو الريشه الاولى وكنخليو الريشه الثانيه، متفاهمين؟ كنخليو الريشه الاولى وكنخليو الريشه الثانيه، وكنخليو بعض الاحيان حتى الريشه الثالثه. نخليو ثلاثه الريشات، وكما كتلاحظوا كاين الدرج الاول ديال الريش هو هذا، ها هو، وعاد كاينه الريش، كاينه هذه وهذه. حنا الريشه اللي كنجيو نقطعوها فين؟ كنقطعوها حد هذه الريشه هذه، هكذا. بسم الله على بركه الله، على بركه الله، على بركه الله. أتقول لي شنو هما عدد الريشات اللي غادي نقوموا بالقص ديالها؟ عدد الريشات الاخوان 6، احنا قطعنا 4، ها هما. اصلا الا لقيتي كيكون عند الاخوان، ها الاخوان ديالنا كيكون عند ها دابا شحال، 1 2 3 4 5 ها 6 الاخوان. الريشات الرئيسيه اللي كيطير بهم الفرخ كيكونوا 10، ها 6 زائد 3 هي 9، وحده راه ناقصه، راه ناقصه. دابا الطير واقيلا كيبدل، راه نورمال غادي نلقى وحده يلاه طالعه، وحده فيهم يلاه طالعه، كيكونوا 10 10، كيكونوا هنا 10 وهنا 10 10 10. المهم الاخوان ديالنا دابا الاخوان هاي نقدروا نزيدوا حتى هذه يعني كضمان باش الفرخ ما يهربش. انا تخليو جوج ولا تخليو ثلاثة، هذا كيبقى الاختيار ديالكم. هذه بالنسبه للطيور اللي هي مروضه، طيور اللي هي مدرسيه، سمعوني مزيان، طيور اللي مدرسيه كنديروا هذه الحركه، طيور اللي ماشي مدرسيه انا نوريكم شنو كنديروا معاها. نحيدوا هذا الريش بعدا، الريش دائما الاخوان ما تخليوش يطيح في الزرابي ولا هذه، لانه كيلصق والوالده ديالك هذاك هو النار الكحل ديالك. الاخوان ديالنا كنبداو هكذا، الى عندنا طائر ماشي مدرسي ولا ماشي مروض، اش كنديروا؟ كناخذوا هكذا كنجيبوا الفوطه بهذه الطريقه، هذه كنغطيو الفرخ باش ما يشوفناش، بهذه الطريقه باش ما يشوفناش. وكنديروا كنجيبوا هذا القنت هذا حتى هو كنحطوه حلى الراس ديالو، راه ما كيتخنقش لان الفوطه اصلا راه مفتوحه وعند التهويه. وكناخذوا الاخوان ديالنا الجناح، شوف كنحطوا يدنا في هذه البلاصه هذه وكنفتحوا الجناح بهذه الطريقه هذه. شوفوا الاخوان كنشدوا الكتف، كنشبروا الفرخ من الكتف هكذا، من الكتف. اولا الا كنتي بوحدك، الا كان شي واحد يعاونك، الا كان شي واحد يعاونك يشبر لك الفرخ بهذه الطريقه هذه، يشد من هنا وانت كتقطع. المهم دابا الاخوان الا كنتي بوحدك كدير يدك هنا ولا كتخلي الفرخ بهذه الطريقه هذه هكذا، كتحط يدك ها فين، لاحظوا الصبع الصغير هنا، وكنديروا هكذا وكنجيو كنقطعوا. ها احنا ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، خلينا جوج يعني خصنا نكملوا سبعة، ها سبعة. ديك الساعة كنفينيو هادشي هذا باش ما يبقاش، ها هو، ها احنا الإخوان ديالنا. غنوريكم المنظر ديال الطير كيفاش كيولي. كنحيدوا هذا الريش من هنايا باش الفرخ ما يشوفوش، المهم هو بعيد. المهم الاخوان ديالنا حنا نخرجوا الفرخ عادي، ها حنا اخوتي، ها المنظر ديالو، ها المنظر ديالو كانه ما مقزبش، عادي جدا عادي جدا الاخوان ديالنا، عادي جدا الاخوان ديالنا. كنتمنى ان الطريقه تكون نالت اعجابكم. والاخوان ديالنا كاين بعض الناس، كاين انا نهضر لكم، كاين بعض الناس الاخوان اللي كيشبروا الريشه بهذه الطريقه، وهذه اصعب حاجه، والله يجازيكم ما تبقاش ديروا هذا المنظر هذا. راه شحال من واحد كيجيب لي الفرخ ديالو لهادي، وكنشوف الطيور ديال الناس وكيديروا هذه الطريقه، راه حرام عليكم وحشومه عليكم، حرام، هذه هي اللي حرام اخوتي، انك الفرخ تشدو وتنتفلوا هاد الريشه، تنتفلوا بهاد الطريقه هادي تنتفها، راه هذاك راه عاد تعدو. في حاله وحده نقدر ننتفها، في حاله وحده، حاله وحده اللي عندك حق تنتفها، هي الا كان هاد الطائر هاد الا بغيتيه انه يطير، الا بغيتيه يطير من بعد المده ولا هادي، الا كنتي باغي يطير كنتي مأكد. اما الاخوان انا باش نوريكم شحال من واحد غادي يقول لي دابا واش هادو ما كيزيدش يكبروا؟ راه كيكبروا، على 3 شهور كيبداو يكبروا صافي. لاحظوا معايا الاخوان ديالنا، هادو الاخوان، هاد الريشات اللي قسمناهم اللي قطعناهم، ها هما نبين لكم اي وحده تشوفوها، ها هي الاخوان هادو اللي قطعناهم، هادو ها هادو
هادو الاخوان على 3 شهور كيطيحوا، مده الاجل ديالهم 3 شهور ولا شهرين ونص، يعني راه ماشي الطائره يبقى ديما هكذا، راه شهرين ونص 3 شهور كيوليو ينوطوا عادي جدا، راه بليكي 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 يضرب فيهم الريح في البلاصه بلي كتقطع وكيدخل ليها الهواء، مده الاجل ديالها يعني تقريبا ما بين 90 يوم يعني 3 شهور ولا ما كاملاش. المهم اخوان ديالنا كنتمنى ان المحتوى يكون نال اعجابكم مع الكويكر هذا ما شاء الله، وباقي غادي ندير لكم محتوى اخر، فيديو اخر ان شاء الله، كيفاش نقطعوا الضفار ديال الفريخات ولا البيروكيات، كيفاش نقطعوا الضفار ديالهم ان شاء الله. المهم بقاو معنا اخوتي ان شاء الله، الفيديو اللي غادي يكون مور هذا ان شاء الله ديال الاظافر غنسبقنا هذا، وغادي ندير لكم الاظافر قبل ما نصيفطوا الاخ ديالنا والابنه ديالو ان شاء الله، غادي نصيفطوا ان شاء الله مقطعين ليه الضفيرات، مقطعين ليه من الجناوح، مقاد المنقار ديالو راه مزيان ما كيجرحش على حساب البنيته صغيره، راه المنقار ما كيجرحش والطير مدريسي. اللهم بارك، اللهم بارك الاخوان، دعوا معنا بالتوفيق وما تبخلوش علينا بشي لايك اخوتي، وتحيه الاخوان وشكرا. كان معكم اخوكم مصعب فلوك، وبومبي وشي لايك تما اخوتي، لايك راه ما دات ما جابت، كتستافدوا كتولعوا معنا، خليونا واحد لايك.